وزاد الونش ولعبها راسيه تمر الكره وتعود الارتداد السريع يجب ان يكون حاضر. كره المدبولي، مدبولي عدى واحد عدى اثنين يلعبها فين يمر مدبولي يلعبها بالجول. الله 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 الله، هي ليلتك يا مدبولي، هي ليلتك يا مدبولي، عريس الليله انت، عريس الليله يا مدبولي. بالشمال حطيتها في ضربه الجزاء وباليمين ايضا ما حطيتها، حطيتها باليمين في ضربه الجزاء وبالشمال. هنا كره ولا اروع كان عنده الكره محمد مدبولي اللي يتمكن من ادراك الهدف الثاني، والفرحه الزملكاويه. لسه بقول لك عايزين هدف ثاني حتى نطمئن، والهدف الثاني ياتي ليه مدبولي. شوف 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 مدبولي من زاويه صعبه يسال عنها حارس المرمى، هو حطها في البعيده، هو حطها في البعيده ولا اروع كما يقول الكتاب، حطها في اقصى الزاويه اليسرى، والهدف الثاني الاجمل الاجمل ياهي من البدايه مدبولي.